سياسة جبر خواطر دي مرفوضة. الله يكبر بخاطري. بعدين مفيش أي داعي للإحراج ده، وإحنا اتفقنا إن إحنا نتحمل قدرنا بشجاعة ورضا. ما هي المقابلة دي برضو أقدرنا. يعني إيه؟ إحنا مش اتفقنا إننا نبقى شجعان؟ لازم نبقى شجعان للآخر. أوكي. لو مطمن او قلبك مرتاح تعال اركبي معايا، انا عارف ان قلبك موجوع زي قلبي. تعال يمكن نلاقي دواء نطببه سوا. من فضلك انا عاوز اعرف. مش قبل ما تركبي، لو شايفه انه عيب انك تركبي معايا العربيه خلاص نوقف تاكسي وهنركب سوا. يعني هنا هنركب سوا هناك هنركب سوا. خير يا معلم. كل خير، بس ساعديني عشان اقدر اعمله. انا تحت امرك. عارفه الدبله دي؟ طبعا عارفاه، وعارفه اسم مين المكتوب جواه. السلام عليكم. مساء الخير. ازيك يا هلا؟ كويسه؟ هو ده اللي اسمه مكتوب هنا. بيتكم فين؟ بيتنا. عاوزين نشرب شاي ولا انتوا بخل؟ يحيى قال انكم مش بخل. اتفضل. ممكن ناخد الصحف الغلبان ده معانا؟ والله غلبان، احنا ظلمناه وظلمناكي معاه. لو قلت هناخده معانا ويلبسك الدبله عندكم هناك، لو قلت لا هلبسها لك هنا ونخلص. يعني كده لبسها كده لبسها. قلت ايه؟ مبروك يا هلا. اوعى تكوني لسه واخده على خاطرك. النهارده احنا جايين بس عشان نصالحك. انت نورتني يا معلم. جايتك عندنا بالدنيا يا معلم. لا، جايك كبيره ان شاء الله قريب. نجي احنا والعيله كلها نلبس الشبكه ونكتب الكتاب كمان وتبقى معانا امر حايم. اتفقت معاهم على يوم الكتاب والشبكه؟ اليوم اللي يختاروه. وقلت ليحيى يتفق معاهم على يوم ننزل الساغه وينقوا اللي يعجبهم. ناس هزين؟ ناس طيبين على كدهم. انا ما كانش في راس الا يحيى، بدي اسعده، جينا عليه واستحمل. طول عمرك قلبك حنين على اخواتك يا ولدي. ماليش اخوات تاني حن عليهم. يعني مش ناوي تصالحهم؟ اللي له حق ياخده بزياده حبتين، واللي قصرت في حقه يقول يحيى هجوز واجهزه كيف ما يحب زي اخواته كلهم. يبقى كده وصل حقه ويبقى خلصت من ذنبه خلاص. يا يحيى! يحيى! ايوه بابا. انت بتعمل ايه؟ زي ما حضرتك شايف بربط الكرافات. رايح فين؟ خارج انا وهاله. حضرتك عارف بقى الصلح خير. طيب وانتوا في سكتكم كده ابقى اسال هاله بدها شبكه ايه؟ هاله مش طماعه خالص، احنا اتفقنا. لا انا عاوزها تطمع.